العاصمة التونسية، بسم الله وليس في وحدة الحمد مستعينة لله به لإجراءات ولا الرئيسية إله إلا الله. المؤيد داعين لحل الظلمات الذي نرجع أعلن لنفس الآية فيه تعليق أعمال 54 من الكرة سورة البقرة بكاو نفش. المؤيد في المقابل وإذ قال أي يخبر ربنا في هذه الآية الكريمة، وإذ قال موسى لقومه، هو المخبر الأول ونبينا عليه الصلاة والسلام المخبر الأول، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم. ما قال كل الحق، وكيف نبيهم يقول في الحق إنكم ظلمتم أنفسكم، وعلل ذلك الظلم بواقعة وقعوا بها باتخاذكم العجلة هما دينيكو، ما ناس ما عندهمش عقل، ولا ماشي اللي عنده عقل يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. يعني ربي يعطاك المن والسلوى، أنت تقول لا نحب كذا وكذا، العدس ونحب الثوم ونحب البصل، منين لكم التمييز انتم اللي روحكم تو؟ وبفلسفتكم الكذابين، فلسفتكم المغرضين اللي تحبوا تضلوا الناس بسحر كلامهم وبياتوكم بحجج واهيه، ويمشي في بالكم اللي حجج هي قويه ولا بد لكل عقل ان يقبلها، وانا مجرد مساله طويله لا فائده في تطويل ما لا يفيدنا كثيرا. على كل حال يقول ربي فتوبوا، انكم ظلمتم انفسكم، انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل. عارف الناس هذوما اللي يعبدوا العجل ويعبدوا المال، هما اللي يكونوا فسدوا الاوطان، فسدوا الشعوب، فسدوا الاجيال، باش بيخلوا الناس كل يعبدوا بالعجل، يعبدوا بالذهب وش يقبضوا بالعجل، بيكون يعني كيانهم الكل ماشي بيه حب التملك، حب السيطرة، حب الاستغناء على حساب الآخرين، وهل هم جر يعني سون دي راسيسي دي سالو دي راسيسي، يعني هما زريعة إبليس. مو إبليس كان راسيس، البريمير راسيس في أباري دون سات أونيفير لا سيتي ساتان لو برانس دو مال كيلي توجور مودي يهوني. عاد هما زريعته، شنو تبغوا بالضبط؟ احنا رانا القران نفسروا اللي اعطانا الرحمن، لكن التفسيرات كيرد عليها اللي يكونوا نصيبوا المرمى وريوا للناس حقائق غابت عنهم بحكم اللي بنوا صيون، عملوا نسيج من عنكبوتي ضار، كما نسيج السيئات، كما نسيج الانترنت والمجر، عملوا العنكبوتيات هذيا باش يخليوا اكثر البشريه في ظلام مانا خطير، حتى لا يسمح لاغلبيه المفعول بهم ان يفهموا حقيقه النور الرباني. والله نور على نور، هما عملوا كل في وسعهم باش الحقيقه الكبرى هذيا لا توصل لبعض انس وجن. أما المسألة الأخيرة يا سر، ما نجموش نعبروش بالضبط إلى أي حد فعل بالثقلين بما ليس فيه خير لهم لا في العاجل ولا في الآجل. يعني تقول أنت مسلم أنت مور، أعطيني وقالي أنت مش تأثر بك، أعطيني وقتاش أحققت الحق وأبطلت الباطل، حكم اللي يكون غزاو كل سبل الاعلام واشهار مغرض واشهار تدمير الانسان وكسب المال من طرق حرام، وانا ما جرح اعطيني انت تجنب تفهم علي انت خطيك اللي مش تكون مفعول بك. هنا تدعو الاسلام وكيف تجي تودعوا بعضكم باي ولا جود فيري جود، لا تسألني فيري جود، وقتاش انت وليد عندك ملكات باش تحكم بالبود ولا بات؟ منين عندك؟ لتدعي ما ليس بيك، تتبارك في ان بيد دو لامور ديفين، نسأل الله السلامة، نعود ان شاء الله الرحمن الرحيم.